هو رقم واحد عندنا لازم يكون متوفر في حمام السباحة، ده رقم واحد، يكون ناس متخصصين وناس مؤهلين لتدريب السباحة. دي أكبر مشكلة ممكن تقابلنا في رياضة السباحة بشكل عام، إن اللي بيكونوا مسؤولين عن التدريب أو مسؤولين عن الإنقاذ ما بيكونوش متخصصين أو مؤهلين إن هم يمسكوا منشأة رياضية أو حمام سباحة، فدي بتبقى أكبر سبب عندنا للمخاطرة. إنما مش أي واحد بيعرف يقوم يقول لك لا، ده غلط جدا، أنا أنا كابتن سباحة أو منقذ سباحة، لا ده غلط جدا، لأن السباحة عندنا يعني على المدى القريب اتطورت بشكل كبير جدا، بالذات في دولة مصر، يعني بقى ليه اتحادات وليها مديريات وفي ناس مسؤولين عن حمامات السباحة وعن المدربين وفي نقابة وفي تربية رياضية، لازم يكونوا متخصصين من الكلية، ولو مش متخصصين بشكل كبير لازم يكونوا معتمدين من الاتحادات، يا اما اتحاد مصر سباحة يا اما اتحاد غوص وانقاذ. ده بالنسبة للشخص اللي هيقوم بالتدريب. بالظبط كده. المكان بقى اللي هيتم فيه التدريب، الطفل او الشاب او كده، مواصفات بتكون عامله ازاي؟ هو رقم واحد لازم يكون ليه جزئين، جزء يكون ما فيهوش منطقه خطر، مثلا 70 سم 80 سم بالكتير او متر، وجزء تاني بيكون متر ونص، متر و80. للطفل يعني هنقول لي بالنسبه للاطفال وبالنسبه للكبار. هو الحمام السباحه عندنا لما بيبدا انشاؤه لازم يكون مؤهل للطفل سباح، مش شرط يكون طفل نازل يتمرن مثلا شهر ولا شهرين ويمشي، لا ده احنا بنكونه بعد كده في المستقبل ان هو يبقى سباح يقدر يشارك في بطولات مدارس، جمهوريه، بطولات تابعه للاتحادات، فلازم يكون اصلا ابعاده قانونيه، ولازم يكون يبقى فيه عمق، ده اجباري، ده عشان لازم عمق عشان يقدر يمارس في السباحه. أقصى عمق بالنسبه للطفل بيبقى 3 متر 3 متر 3 متر للطفل. هو كده كده في الطفل السباح ما يبقاش فيه مشكله كبيره بالعمق، لان هو كده كده ما دام بقى متمارس وبدأ بقى سباح كويس خلاص ما بيفرش معاه العمق بتاع حمام السباحه. الفكره عندنا بقى ان احنا لازم يكون متوفر في حمامات السباحه منقذين معتمدين يقدروا يواجهوا حالات الغرق بشكل عام، سواء حالات سلبيه او حاجات ايجابيه، لان احنا بيبقى عندنا حالات كتير ممكن يكون مش شرط يكون الطفل او الشاب الكبير نزل فغرق فدي يبقى مشكله من منقذ، لا ممكن يكون عنده مثلا مشكله، مثلا دوار، ممكن يكون اغمى عليه، ممكن يكون عنده ضربه شمس، عنده شد، ممكن يكون متمرس كويس جدا، يعني ممكن يكون منقذ اصلا او مدرب سباحه وينزل يحصل له مثلا مشكله لا قدر الله في الميه فيحصل حاله غرق. لازم يكون اللي موجود على حمام السباحه يكون فاهم الابعاد دي كلها وفاهم النقط دي عشان يقدر يشتغل عليها في المستقبل ان شاء الله، لكن لو هو مش ممارس كويس طبعا بيبقى فيه مخاطر وبيبقى فيه مشاكل كبيره في المعامله بقى، ان هو يقدر يفوقه، يقدر يعمل معاه حالات السي بي ار، يقدر يعمل له انعاش، فبيبقى فيه مشكله في النقط دي، عشان كده بنقول لازم يكون معتمد ولازم يكون متخصص في المجال. جميل. المواصفات بقى بتاعت حمام السباحه لازم يكون متوفر جميع ادوات الانقاذ على حمام السباحه، لازم يكون متوفر ريسك تيوب اللي هي البنانه، لازم يكون متوفر سلم انقاذ او كوبري، قصدي برج انقاذ، لازم يكون متوفر ماسوره للانقاذ، لازم يكون متوفر عوامه، لازم يكون متوفر برضو الاول والاخير المنقذ، هو لو موجود ومتمارس او متمكن بنغني عنه كل وسائل المساعده.